خلاص خليك معايا. انا هبدا معاك النهارده الاول، هشرح معاك الشويه اللي في الاول دول الاول، وبعد كده ان شاء الله ابدا ايه اكمل معاك حل في ايه اللي هو الخطا المطلق والخطا النسبي معانا. بس اشرح لك بس الدرس الجديد النهارده ان شاء الله. ركز معايا بقى ان شاء الله. احنا معانا هنتكلم على الفصل الايه، الفصل الثاني، ده اللي احنا هنتكلم عليه. خلصنا الفصل الاولاني الحمد لله، وداخلين على الفصل الايه الثاني اللي هو بيتحدث عن حاجتين، حاجه اسمها الكميات الفيزيائية القياسية والكميات الفيزيائية المتجهة. والكميات الفيزيائية ليه؟ بالظبط، قياسي ومتجه. احنا حصل مننا وقسمنا قبل كده الكميات الفيزيائية الى اساسية ومشتركة. اساسية وايه؟ ومشتركة. وقلنا الاساسية لا تعرف بدلالة غيرها، والمشتقة تعرف بدلالة. انا النهارده ان شاء الله باذن الله هقوم بتقسيم نفس الكميات الفيزيائيه، بس التقسيم النهارده اللي قياسي وايه ومتجه. يعني مثلا لو واحد قال لي ايه صنف الطلبه بتوعك يا مستر، هقول لي في عندي صبيان وايه وبنات، تمام؟ ده تقسيم اهو. واحد يقول لا انا مش عايز التقسيم ده، مش غاوي التقسيم ده، قسمهم لي باسلوب اخر. اقول عندي طلبه شطار متفوقين جدا، وعندي طلبه ما بيذاكوش بيلعبوا كتير، ماشي كده؟ يبقى انا صنفت برضه تصنيف تاني. لا هقول له مثلا ده انا عندي تصنيف ناس طويله وناس ايه قصيره. طب هل انت لما تصنف بقى صبيان وبنات وطويل وقصير مجموعه تانيه ولا نفس المجموعه؟ ما ترد عليا، مجموعه تانيه ولا نفس المجموعه؟ هي نفس المجموعه. فانا الكميات الفيزيائيه في سرعه، في عجله، في قوه، في ازاحه، في طول، في مسافه، في زمن. انا عايز اصنف دول. احنا صنفناهم تقسيم اولاني لكميات فيزيائيه اساسيه ومشتقه، النهارده بنصنفهم من جديد كيمياء فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. تعال نحط تعريف مبدئيا كده رقم واحد. ايه المقصود عندنا بالكميه القياسيه؟ هي كميه يلزم لمعرفتها معرفه مقدارها فقط. معرفه ايه؟ معرفة ايه؟ انا مش سامع الا صوت الصبيان. معرفة ايه؟ يبقى الكمية القياسية كمية يلزم لمعرفتها معرفة مقدارها. بس اديني مقدارها وخلاص. زي ايه؟ زي مثلا الطول. طول الباب 2 متر. يبقى انت اديتني المقدار بس ووحدة القياس كمان معاهم عشان اميز. كتلة الطالب تساوي 75 كيلو جرام. 75 ايه؟ كيلو جرام. انت بتديني المقدار بس. اما الكمية عندنا اللي هي المتجه، بص بقى شوف كده الكمية المتجه، دي كمية بقى عشان توصفها وصف دقيق، كمية يلزم لمعرفتها معرفة مقدارها واتجاهها معا. اعرف المقدار والايه؟ والاتجاه. يبقى انا اعرف فيها حاجتين، المقدار والاتجاه. ادي الفرق ما بين القياسيه والكميه الايه؟ المتجهه. ركز معايا بقى يا جماعه، انا رحت قست كتلتي يا جماعه لقيتها 75 كيلو جرام شرقا. ده كلام مظبوط؟ طب غربا؟ طب شمالا؟ وفي كتله ناحيه الشمال، في كتله ناحيه الجنوب، شرق، غرب. هل هي الكتله تعتبر كميه فيزيائيه؟ كميه فيزيائيه قياسيه ولا كميه فيزيائيه متجهه؟ قياسيه. يلزم لها معرفه الايه؟ المقدار فقط. يبقى من الكميات الفيزيائيه القياسيه هي مين؟ الكتله. اسمع، وانا قست درجه حراره الولا لقيتها 39 درجه نحو الغرب، ينفع؟ ينفع نحو الغرب؟ هي الدرجه فيها غرب وشرق. اديني المقدار بس. المقدار كام؟ 39. المقدار كام؟ 9. يبقى التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة تمثل كمية فيزيائية ايه؟ قياسية. أنا قست طول الولد، لقيت طول الولد 170 سنتي غربا. الطول كمية قياسية، الطول كمية قياسية. يلزم له معرفة الايه؟ المقدار. يلزم له معرفة الايه؟ المقدار. أما بقى سرعة سيارة 50 متر على الثانية شمالا، يمشي هنا شمالا وجنوبا في السرعة؟ يمشي؟ يمشي سيارة تتحرك نحو التنظيم؟ يمشي سيارة تتحرك نحو القضابة؟ يمشي سيارة تتحرك نحو القاهرة؟ يمشي سيارة تتحرك نحو الإسكندرية؟ ينفع ولا ما ينفعش؟
يبقى السرعه هنا بقى كميه متجهه وليست كميه ايه؟ ممكن توصفها بالمقدار. بالمقدار حصان. حصان يجر عربة بقوة 50 نحو الشمال، ينفع هنا 50 ونحو الشمال؟ القوة تعتبر كمية متجهة ولا مش متجهة؟ يلزم لها معرفة المقدار وليه؟ يبقى من أمثلة الكميات المتجهة القوة والسرعة. القوة وليه؟ والعجلة. القوة والسرعة وليه؟ طب قول لي بقى محترم مثال كمي، هل السرعة تعتبر نقط افتح قوس أساسي أساسي قياسي ولا أساسي متجه ولا مشتقة متجهة؟ السرعة مشتقة وتم اشتقاقها من المسافة والزمن. مشتقة تم اشتقاقها من المسافة. مشتقة وتم اشتقاقها من المسافة. ده مش مشتقة بس، ده مشتقة وانا عارف تم اشتقاقها من حاجتين اللي هما المسافة والزمن، لأن السرعة تساوي خارج قسمة مسافة على الزمن، خارج قسمة مسافة على الزمن. ومتجهة لأنه يلزم لها معرفة المقدار والاتجاه. ومتجهة لأنه يلزم لها معرفة المقدار والاتجاه. إذن السرعة تعتبر كمية مشتقة متجهة. كمية مشتقة إيه؟ حلو يا أولاد. أدي بالنسبة عندنا الكمية القياسية والكمية المتجهة. الصراحة يا أولاد أنا عايز أقول لكم على حاجة كنت مخبيها عنكم من زمان بصراحة، وكنت مكسوف أقولها لكم، وجه الوقت اللي أنا أقول لكم فيه على الحاجة اللي أنا مكسوف أقولها من زمان. بصراحة عايز أقول لكم إن إحنا بجد يعني محوش منكم جامد والله بصراحة، بس أنتوا أكيد هتقدروا اللي أنا فيه. إحنا لسه ما خدناش فيزياء. لسه ما خدناش إيه؟ لسه ما خدناش إيه؟ أمال إيه اللي إحنا كنا بناخده ده؟ إحنا كنا بناخده بصراحة بصراحة أساسيات. بناخده حاجة اسمها إيه؟ أساسيات، وما خدناش فيزياء خالص ولا عرفنا عنها حاجة. اللي احنا خدناه معلش يعني خدنا ايه؟ خدنا ضرب، خدنا خطأ، ازاي نحسب اخطاء، خدنا الصيغة المعيارية في كتابة الاعداد، الالف ينكتب 10 اس 3، خدنا التحويلات. ها انا عايز اقول لك ان النهارده اللي فات كان كله اساسيات. كان ايه بقى؟ اساسيات. كان ايه بقى؟ اساسيات. انما النهارده بداية الفيزياء. النهارده بداية الايه؟ أول حاجة بتدرسها في الفيزياء الكميات القياسية والكميات الإيه؟ المتجهة. شوف أنت بقى، أنا فاهمك الفيزياء دي بتدرس إيه بالظبط. صلى على النبي. هتلاقي الموضوع يعني بسيط بس تفاصيله ياما. واحد اللام. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. صح كده؟ وكل في فلك. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وصف القرآن بين إن الكون ده كله على بعضه في حالة سكون ولا في حالة حركة؟ بس إحنا جايين في الفيزياء نتعامل مع الحركة دي. الحركة دي تاخد شكلين، هناك حركة انتقالية وهناك حركة دوية. حركة انتقالية الانتقالية تتميز أن لها نقطة بداية ونقطة نهاية. أن لها نقطة بداية. إحنا جايين ندرس الموضوع ده. حركة قطار. قطار جه من مصر الإسكندرية. قطع مسافة كام؟ طب خد زمن قد إيه؟ طب خد سرعة؟ طب كان في عجلة؟ يعني السرعة كانت بتزيد مثلا ولا كانت بتقل؟ ولا كان ماشي بسرعة منتظمة؟ يقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية؟ ده اللي أنا هتكلم عليه. يمكن أنت سمعت عنه في تالتة إعداد، هتسمع عنه تاني. مسافة وإزاحة هتشتغل عليهم دلوقتي. وبعد كده يا حبيبي لما تخلص عندنا الحركة الانتقالية اللي هي لها نقطة بداية ونقطة نهاية، أبدأ أدخلك على حركة اسمها حركة دورية. حركة إيه؟ حركة إيه؟ وهي حركة تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية. حركة تكرر نفسها زي دوران الكواكب حول الشمس. دوران الكواكب ودوران الأقمار حول الأرض. دوران الأقمار اسمها حركة دورية. اسمها حركة ايه؟ دورية. اسمها حركة ايه؟ دورية. هتاخد جزء منها يا حبيبي السنة دي، والجزء الثاني هتاخده في تانية ثانوي، اللي هو الحركة الموجية. خلاص؟ اللي هو الحركة الايه؟ دورية.
تاخد بندول بسيط وشكرا نانا. يبقى انت السنه دي هتتكلم عن حركه انتقاليه، والسنه الجايه وهتاخد شويه من الحركه الدوريه، والسنه الجايه هتاخد الحركه الموجيه. هتاخد الحركه ليه؟ وفي ثالثه ثانوي بقى تدرس التيار الكهربي. تدرس التيار ليه؟ وده يعتبر حركه برضه، ولكنها الكترونات تتحرك داخل الاسلاك. الكترونات تتحرك داخل الايه؟ دي شغلتنا في ماده الفيزياء. وبعد ما نخلص الحركه دي في الثلاث سنوات يا باشا، يبقى انت كده خلص منهج الفيزياء بتاع اولى وثانيه وثالثه معاك. وحيت الله، ادي مواضيعنا اللي احنا هنتكلم فيه. فالنهارده بدانا نقسم لك الكميات الفيزيائيه عشان تاخد بال. في ياوات حاجات قياسيه نقول لها المقدار بس، وفي ياوات حاجات متجهه نقول لها المقدار، وانت مموا الكلام عشان يبقى الكلام حلو وجميل ويعني فيه ظبطه، ان احنا نقول المقدار ونقول الايه الاتجاه. الطبيعي لو انت واقفه في اللهم صل على سيدنا رسول الله في الشارع، وقام واحد حرامي بقى مره واحده كده وايه واخد منك الشنطه بتاعتك وطلع يجي، تمام؟ قعدت انت بقى تصوتي شنطتي كان فيها فلوس، كانت فيها الماليه كلها على بعضها، كان معايا في الشنطه 10 جنيه، ها قطعتها العشرة، مش كده؟ وعامله لك موال كده في وسط الناس كده. الطبيعي هيجي واحد شهم مثلا، ايه واحد شهم زي ده اللي جاي، ايه يا بنت انت بتعيطي ليه؟ ده الحرامي، الحرامي خد ايه؟ بص الحته دي، الحرامي بص خد شنطتي وطار. خد شنطتي وايه؟ طار. خد شنطتي وايه؟ الراجل الشهم ده اول ما هيسالك هيقول لك ايه؟ راح ناحيه فين؟ يبقى هو طلب منك تحديد المقدار ولا تحديد الاتجاه؟ وانا اعرف امشي يمين ولا شمال لما اعرف الاتجاه. ففي كميات فيزيائيه يلزم لها معرفه المقدار ولا والاتجاه. واحد الله بقى. اول حاجه هنتكلم عليهم المسافه والازاحه. المسافه والايه؟ طب ايه المسافه والازاحه؟ ايه الفرق ما بين المسافه وما بين الازاحه؟ المسافه بص للتعريف، هي عباره عن المسافة، يعني أنا لو مش خبطك لسه هد كمان واحدة عايزك كمان. كنت فين؟ المسافة عبارة عن، ركز بقى، طول، ركز، المسار الفعلي. طول المسار الايه؟ طول المسار الايه؟ الذي يسلكه الجسم. الذي يسلكه الايه؟ من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. إلى نقطة الايه؟ الى نقطة الايه؟ من نقطة البداية الى نقطة، من نقطة البداية الى نقطة. حلو. هنفرض مثلا ايه؟ ان انت قدام حمام سباحة، خلاص كده ده الحمام، والحمام ده اضلاعه ا ب ج د، وقمت انت كنت واقف عند النقطة ا، خلاص، ومشيت تدلع لحد ما وصلت للنقطة ب، مسافة مقدارها 6 متر، مسافة مقدارها 6 متر، وفضلت تمشي لحد ما وصلت للنقطة ج، لحد ما وصلت للنقطة مسافة مقدارها 3 متر، مسافة مقدارها 3 متر، وبعدين فضلت تمشي لحد ما وصلت للنقطة د، كم المسافة؟ 6 متر. وقفت في نقطة البداية، في نقطة البداية، من نقطة النهاية، من نقطة النهاية. طب انا عايز المسافه، طول المسار الفعل الذي يسلكه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. انا مشيت الضلع مين؟ ا ب، وبعدين مين؟ ب ج، وبعدين مين؟ المسافه يرمز لها بالرمز اس، يرمز لها، يرمز لها مسافه اس، مسافه، مسافه ك 6 ك 3 ك 6 زائد 3 زائد 6 15 متر. يبقى انا بالفعل مشيت ك 15 متر. دي الفعليين اللي انا مشيته، دي اسمها مسافه، هي طول المسار الفعل الذي يسلكه الجسم من نقطه البدايه الى نقطه النهايه، من نقطه البدايه الى نقطه مين؟ تعالى بعد كده بقى الازاحه، عايزين نحط لها تعريف بس. هي الخط المستقيم، الخط الايه؟ الخط الايه؟ الذي يصل البداية بالنهاية، الذي يصل، الذي يصل. ولذلك أي مسألة، أي مسألة أقول لك هات الإزاحة، هتقول لي حاجة،
شد خط مستقيم من البداية للنهاية، شد خط مستقيم أي مسألة أقول لك هات الإزاحة هتقول لي إيه؟ شد خط مستقيم من البداية للنهاية، شد إيه؟ شد من البداية للإيه؟ من نقطة البداية في نقطة البداية في نقطة النهاية في نقطة النهاية. وأنا لو شديت خط من ألف لدال يبقى الخط ده كم متر؟ يومز للإزاحة بالرمز دي، يومز لها بالرمز دي، والمسافة بالرمز إس، والمسافة بالرمز إس، يبقى الدي هتساوي 3 متر. 3 من إيه؟ من ألف إلى دال. من ألف إلى مين؟ دال. يعني نقطة البداية مين؟ دال. والنهاية مين؟ دال. يبقى الإزاحة مقدارها 3 متر من ألف إلى دال. 3 متر مقدار، 3 متر إيه؟ مقدار. 3 متر إيه؟ مقدار. من ألف لدال اتجاه، من ألف لدال لإيه؟ يا مصر يعني ما ينفعش أقول جنوب. طب ماشي خلينا نقول جنوب زي ما أنت بتقول، جنوب وشرق وغرب وشمال شرق. بس أنا عايز أوصلك لنقطة، الموضوع أكبر مننا بيامة. أصل مش قصة جنوب وشرق، ده إحنا هندخله دلوقتي بعد، يعني مش النهاردة إن شاء الله، ده لسه قدام. الاتجاه ده هيبقى زوايا، هيبقى إيه بقى؟ والزوايا هتطلع بقوانين الدوال المثلثية، بقوانين الدوال المثلثية. اللي هو الجا والجتا والظا، الجا والجتا والايه؟ دي اللي يعني ان شاء الله احنا بنكبر في الفكر بتاعنا. هنحسب عادي زي ما كنا بنحسب، بس حساباتنا النهارده لما نحسب الاتجاه هيبقى زوايا، بس احنا هنمشيها النهارده ان شاء الله من الف الى ايه؟ الى دال، من البدايه للنهايه. يبقى انا النهارده اولاد خدنا ايه؟ كميه قياسيه وكميه متجهه. كميه قياسيه قول كميه يلزم لمعرفتها معرفه مقدار، والمتجه يلزم لمعرفتها معرفة مقدار. طيب زي المسافة والإيه والإزاح، إيه الفرق ما بين المسافة والإزاح؟ المسافة طول المسار الفعل الذي من نقطة طب إيه المسافة قياسية ولا متجهات؟ قياسية ولا متجهات؟ أما الإزاح الخط المستقيم الذي يصل البداية أو أكثر خط مستقيم، أكثر خط مستقيم يصل بين نقطتي البداية والنهاية، يصل بين نقطتي البداية والنهاية، وهي كمية متجهة. أنت حزينة ليه؟ وهي كمية متجهة، وهي كمية متجهة. طيب واحد الله، لا إله إلا الله. إحنا ناس ما بنحبوش العك ياما، إحنا أصلا بتوع الفيزياء كده تلاقينا حتى منمقين في التعريفات بتاعتنا. تلاقي درسينا كله بص واحد اثنين ثلاثة أربع تعريفات خلص الدرس، ويبقى التطبيق. إحنا ناس بتوع رياضيات وحسابات بس، النظر عندنا مش كتير. واحد الله، احسب المسافة والإزاحة، احسب المسافة والإيه؟ طب يلا يا مستر ورينا مسائل، يعني هو مسائل، يلا نشوف كده الشطار والحلوين. ها، يشيد من ألف إلى ب، ثم من باء إلى جي كده 3 متر كده 4 متر، والزاوية دي مقدارها 90. عايز عايز الاس وعايز الدي. اس بكام؟ يا دي الاس، اس مسافة 3 زائد 4 7 متر. بروح على الجال. حاضر انا سامع اهو. خلي بالك واحده واحده عليا بس. الازاحه بالظبط. يلا انا عايزك تغنيها معايا. ايوه ايوه الازاحه غنيها. لا 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 لا، شد خط مستقيم من البدايه، شد خط مستقيم اهو. طب ما ده يعتبر ايه؟ وتر. يعتبر ايه؟ وتر في مثلث قائم الزاويه. جذر تربيعي 3 تربيع زائد 4 تربيع 5 متر، 5 متر.
طب ده المقدار، ده الايه؟ ده الايه؟ والاتجاه من الف الى جي، من الف الى ايه ولا من الف الى جي؟ ماشي، من البدايه للنهايه. انت بس خليك معايا من البدايه للايه، واحد الا الاول. ادخل على المرحله الثانيه، خلي بالك ده احنا عندنا حسابات في المسافه والازاحه في غايه التعقيد، ده احنا داخلين معاك واحده واحده. انت بس اسمعني، ما تخافش، انت بس عود نفسك. منين ما تلاقي هي اللي هتزنقك؟ الازاحه. المسافه مش هتزنقك ابدا، الازاحه هي اللي هتزنقك. بس طول ما انت مع شد خط مستقيم من البدايه للنهايه مش هتغلط. خلاص بالراحه، يلا بالتسلسل اهو. شوف دي اهي، الف ب 3 متر، ب جي 4 متر، ج د 8 متر، د ه 6 متر. مسافة وإزاحة. أنا خدت من الصبيان. لابسة نظارة دي؟ يلا. عايز أسمع. إيه هتساوي؟ مش سامع. يا جماعة أنا مش سامع والله. إيه هتساوي؟ 3 زائد 4 زائد 8 زائد 6. 1 وايه؟ ايوه خلاص يا جالي. الازاحه شد خط مستقيم. هي البدايه مين؟ البدايه مين؟ والنهايه؟ يلا صح؟ هنشتغل على المثلث الاولاني. كام؟ يا جماعة ثواني بس، أنا مش عارف أشتغل. الزاوية دي قايمة، الضلع ده 3 ده 4 ده وتر من فيثاغورس 5 متر. طب ده 8 وده 6 10 متر، يبقى الإزاحة كلها كام؟ 5 زائد 10 يساوي 15 متر. واحد الله بقى. تعالى على المثلث ده، احنا بدأنا منين؟ وصلنا؟ وصلنا؟ كانت جيم دي نقطة ايه؟ ماذا لو عدنا إلى ألف مرة ثانية؟ إزاحة صفر، لأن النهاية هي البداية. فأنت بتقول لي شد خط مستقيم من البداية؟ أنا مش شادد حاجة، لأن أنت النهاية والبداية انطبقوا على ايه؟ يبقى الإزاحة تساوي، الإزاحة تساوي، يبقى لما يلف الجسم لنفس النقطة إزاحته بتساوي صفر. تمام كده؟ طيب صلى على النبي. طب بص على المثال ده بقى أصعب شوية، ركز مع زميلك بقى. ها؟ الصوت يا جماعة لو سمحت. المسافة كم؟ 7 زائد 2 زائد 4 زائد 1. انا هكتب اهو اس بتساوي 7 زائد 4 زائد 1. الازاحه بكام؟ بخمس. زائد
طيب برافو عليك، صلى على النبي يا اولاد. ما انا كده لا كده مش نافع الكلام، جاوبوا الناس جاوبوا وحلوا. انا عايزك تركز معايا، اتكلمنا في مسافة الحمد لله حساباتها ما هي صعبة، نتكلم في الإزاحة. أنا عايز إزاحة. المستر قال حاجة، شد 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 خط مستقيم من البداية للنهاية، شد خط مستقيم، شد خط مستقيم، وحاول تخلي الخط وطأ في مثلث قائم الزاوية، حاول تخلي الخط تاني، شد خط مستقيم من شد خط مستقيم من حاول تخلي الخط دي وطأ في مثلث قائم الزاوية، وطأ في حاول تخلي الخط دي وطأ في مثلث قائم الايه؟ طيب أنا شديت الخط أهو، خليه وطأ بقى في مثلث أهو، أكمل شكل المثلث. الزاوية دي كام؟ الزاوية دي كام؟ واحد الله. الحته ب ج بكام؟ تبقى لك سطه كام؟ باتنين زيها، الصلاه على النبي اهو. وطبعا دي بواحد، يبقى الضلع كله كام؟ الضلع كله كام؟ الحته دي كام؟ كم؟ ودي كام؟ ها دي كام؟ كل دي كل دي ودي، يعني دي اطول من دي، اطول منها بكام؟ اطول منها بكام؟ يبقى ضلع المثلث ده ثلاثة متر، يبقى انت عندك مثلث قايم، الضلع ده اهو بثلاثة والضلع ده اهو بثلاثة، يبقى الوطأ يساوي جذر ثلاثة تربيع زائد ثلاثة تربيع، جذر ثلاثة تربيع، وهو ده الإزاحة بالظبط. من ألف إلى إيه؟ من ألف إلى مين؟ هي نقطة البداية ونقطة النهاية. تاني يا أولاد. ها وبعدين؟ واحد الله. أنا قدامي مسألة أهي. أنا قلت لك اللي هتتعبك معانا شوية الإزاحة. طب أنا مش عايز أتعب في الإزاحة. المستر قال لي إيه؟ شد خط مستقيم من البداية للنهاية. ما تنساش بقى المقطع الثاني من الأغنية، حاول تخليه وطأ في مثلث قائم الزاوية، حاول تخليه وطأ في مثلث قائم الزاوية. يعني أنا لما أغنيها أقول إيه؟ شد خط مستقيم من البداية للنهاية، حاول تخليه وطأ في مثلث قائم الزاوية، وطأ في مثلث أنا عايز الإزاحة. من ألف ليه؟ شديت الخط أهو. طب انا عايز اكمل شكل المثلث، الجزء ده كان معايا، كملت الجزء ده، ده اتنين زي اللي تحت. طيب يبقى الضلع ده كله اتنين وواحد تلاتة. طب وده كله كان بسبعة وده باربعة، سبعة ناقص اربعة بقى الضلع ده تلاتة والضلع ده تلاتة، بفيثاغورس تلاتة تربيع زائد تلاتة تربيع، يطلع لك الازاحة بتاعتك. ماشي الحال؟ معاكم المذكرات؟ طب طلعوها يلا.